أخواتي أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي قناة مغربية في ألمانيا. كنتمنى إن شاء الله المحتوى اللي غادي نقدم من الإعجاب ديالكم وتشاركوا في القناة ديالي وتدعموني بالاشتراك. نتمنى يعجبكم المحتوى ديالي وهو إن شاء الله غادي يكون هذا المحتوى على يومية ديالي من العمل كيفاش العمل وكيفاش حتى درت الشركة ديالي في ألمانيا وكيفاش كنظم وقتي ما بين العمل وما بين وليداتي وما بين البيت. وكذلك غنوريكم نتقاسم معكم اشنو اللي كان الحوايج اللي كنديرهم باش نهتم بنفسي وباش نكون كذلك الحوايج اللي كندير اللي كتخليني سعيده. فان شاء الله كنتمنى تتبعوني وما غاديش تندموا. كيف ما كتشوفوا انا الان في هذا الميناء هذا يعني اليوم غنوريكم هذا الفيديو وغنعطيكم واحد الفكره ولا واحد الفكره على جزء من العمل ديالي. كيف ما قلت لكم انا العمل ديالي هو شركه تنظيف كننظف البواخر والفنادق وجميع المجالات بيغو مدارس يعني فين ننظف كاع هاد الحوايج هادو. فاليوم غنوريكم كيفاش كننظف هاد الباخره هذه هاد الباخره اللي كنتسنى فيها. انتم كيف ما كتسمعوا كتسمعوا الصوت ديال بانها بيفتحوا لي واحد الباب باش تدخل لان هذا الميناء كيف ما كتشوفوا ولكن راه ماشي البحر راه هو غتشوفوا منين خارج سميتو منين غادي يجي الباطو. هو كيمشي مع 9:30 وكيرجع مع 6 مع 7 الا كيف ما كتشوفوا. ها هو دخل هو هذا هو. في الصيف كيكون الجو زوين صراحه لان كيجي مع 7 الا وديك الساعه الشمس راه ما كتغرب حتى العشرة ونص العشرة فما كتدير دابا شويه ولا كيجي الظلام. ولكن هذه هي الخدمه باش الواحد ينجح خصو ضروري يضرب تمارك كما كنقولوا بالمغربيه لازم يكون واقف على شغله بيدو. وهذا الباطو ولا الباخره دابا غادي يوقفوا. كيمشي كيف ما قلت لكم مع 9:30 هذا الباطو هذا كيمشي يوميا مع 9:30 وكيرجع 7 الا اللي كيدي الناس اللي كيف ما قلت لكم كاين اللي كيبقى تما كاين وكاين اللي كيمشي في نفس النهار كيدوز نهار تما كاين وكيرجع لان تما كاين ما يتشاف وكاين جزيره صغيورين عاوتاني كيمشيو ليهم. المهم ما ان شاء الله غادي نمشيو غادي نسجل لكم هذا كيفاش دايره هاد المدينه هادي وكنسجل لكم الرحله كيفاش غتكون ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا ها هو وصل الجو زوين رائع وهدوء ودابا حين تولى البرد شويه ولا الناس ما بقاش فيها بزاف اخوات واحد شويه كاين الناس اللي كيعجبوهم يجيو في البرد تيعجبهم باش تكون المدينه خاويه. كاين الناس اللي كيجيو في هذا الوقت هذه وكيجيو حتى في البرد في شهر 11 وفي شهر 12 لاني انا عندي البلان يعني السنه كلها كاين شهر 11 وكاين شهر 12 وكاين شهر 1 عندي البلان ديال 3 شهور حيت الناس كيكونوا حاجزين من قبل
ماشي الباخره حتى على الشقق اللي كان خدمهم في الاوتيل كذلك كان عندهم الحجز. كيف ما كتشوفوا هي هذه الباخره اللي فيها الطبق تحت كاع راه ما فيش النوافذ، هذاك فيه غرف ديال العمال ديال البحريه كاين اللي تيبقاو تما كاين، وكاين الطبق الاول كما كتشوفوا هذوك السراجم النوافذ الاولين، وكاين الطبق الثاني وعادك الفوق هذيك راها واحد الطغاس عريانه كاين الناس اللي كيعجبهم يبقى على يوقفوا كاع يطلعوا الفوق كاع كما كتشوفوا راهم. والمهم ديالي كيف ما كتشوفوا انا دابا طلعت للفوق، شوفوا الجو شحال زوين كاين، كلهم هاد الضواو اللي كتشوفوا راهم بواخر، فيهم البواخر اللي تكون شركه هاك ديال الركاب وفيه بواخر اللي تكون خاصه ديال الناس اللي لابس عليهم. هنا هاد الطيغاس هادي اللي الفوق كاع هادي ما كنعملهاش انا، كيعملوها الشركه اللي كتمشي معاهم وكتجي، هما كيعملوا هادشي اللي على برا كله ما كنعملش حتى شي حاجه. دابا تعالوا معايا نهودوا، هذا هو الطبقه الفوقانيه، هذا حتى هو كيعملوه هاد الطبقه اللي نزلنا ليها دابا كيعملوه هما ثاني هادشي اللي هاد الكراس هاد الكراس اللي على برا كيغسلوهم بالتيو بالماء والمنظف الانتي باكتيريان. انا هنايا كندير شطاب ذوقة يعني كنشطب بالمكنسه الكهربائيه، دابا صراحه كلشي نقي لان الناس ما كاينينش بزاف لان البرد لان الجو ماشي الصيف وماشي عطله ومازال في العطله تيكونوا الوليدات هكذا تتلقى الماكله شويه طايحه وداكشي، اما دابا صراحه ما كندوبجهاش لا لا كنبقى جارها هكذا ولا اللي معايا نيت تنقول لها هكذا ديري الا بانت ليها شي حاجه ما بانت ليهاش. كنستغرق هنا 40 دقيقه اللي كندير 40 دقيقه، انا الحمد لله انا واحد النوع اللي ما كيعرفش يخدم بالشويه ما كنعرفش يعني حتى كيستغربوا كيستغربوا كيفاش انا تنسالي هذه، لان قبل ما يشدوا الشركه كانوا شادين ثلاثه بالعقود بعقد عمل، فكانوا ثلاثه وما كيساليوش ما كيديروش الوقت اللي كندير انا، ولا جا اما الا جات الا بعت العمال ديالي كان الا جات وحده كان ندفع ليها ساعتين ولا ثلاثه ساعات بعض المرات ثلاثه ساعات، لان بوحدها هي ما غديرش بحالي انا كنزرب، ولكن الا جا شي حد يخدم كندفع ليه حساب ثلاثه ساعات. ودابا غنهبطوا للطبقه اللي لتحت، هي هذه الطبقه التحتانيه، هذيك اللي كيف كما كتشوفوا هذاك اللون الاخضر والبيض انا ما كنعملوش كيعملوه الشركه الاخرى بالمنظف بالماء وداك الانتي باكتيريان. وهنا لتحت كيف ما كتشوفوا نفس اللي داكشي اللي كنديروا الفوق كنديروا لتحت، كلشي نقي كلشي كيلمع كلشي نقي كما قلت لكم، يعني 40 دقيقه كندير شباس يعني ممتع الخدمه فيه، الجو زوين فيه، كنطلع الفوق بعض المرات كنجيب معايا ولدي الصغير الا جيت انا كنجيبو معايا كنجيب ليه شي حاجه يكتب فيها ولا نجيب ليه شي كتاب يقراه ولا كيعطيو تما كاين حيت كاينين باش دوك الدومينو داكشي باش كيلعبوا كاينين تيعطيوه تيبقى يلعب، الناس محترمين عجبني الخدمه معاهم صراحه محترمين جدا. وكيخلصوني مزيان يعني مزيان فوق ما تصوروا، هاد الباخره هذه اللي كندير ساعه في النهار نقولوا حنا بعد مرات 40 دقيقه كيعطوني اكثر ما كيش الدكتور في المغرب
أكثر مراتي الدكتور في المغرب كيخلفوني الحمد لله اللهم بارك. وصلنا دابا نهاية هذا الفيديو هذا، كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هذا الشيء اللي قدمت. ما تديوش عليا وقبلوا عليا، راني ما كنعرفش نهضر بزاف ومازلت ما معوداش على نبقى نهضر وعلى هاد اليوتيوب يلا بادية فيه، فكنتمنى تعذروني وتقبلوني كيف ما انا، وان شاء الله مازال المزيد ان شاء الله. فانا ان شاء الله ماشي المحتوى ديالي ماشي غيكون عير على العمل ديالي، لا مره نخرجوا نبعدوا على الروتين ديال العمل ونوريكم ان شاء الله كيفاش تهتموا بالنفس ديالكم وكيفاش تخليوا تكونوا سعداء، كيفاش ديروا الحوايج اللي تخليكم سعيده، وكيفاش تنظموا وقتكم ما بين وليداتكم وما بين البيت وما بين الشغل، وكيفاش تنجحوا في حياتكم ان شاء الله. فتابعوني وما غادي تندموش، وشاركوا في القناة ديالي، وكان وصلوا دابا النهاية، كنقول لكم مع السلامة واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.